هذا الفيلم هذا ما عنديش فيه يعني واحد البيستا كبيره, استاذ عندي جيست لو بغيتي تقول يعني ضيف شرف, وباراليلمون كنصور واحد المسلسل في كازا مع الاستاذ دي صوخ سميتو جنين. هذا الفيلم كيتحدث على واحد, هو الميساج اللي فيه ولا الكونتوني ديالو اللي تري امبورطون, فيك واحد السيد مسؤول على واحد على واحد الخزانه, وهذيك الخزانه كيبغيو شي وحدين يحيدوها باش يبنيو في بلاصتها شي مول ولا شي سانتا ولا شي حاجه, وكيبقى هو يتقاتل باش ديك الخزانه ما تحيدش, واش يبقى الثقافه ويبقاو الكتوبه ويبقى هاد يعني هذا هو لو تيم ولا بغيتي تقول لو كونتوني ديال الفيلم. عزيز داداس يعني كنشتغل معاه دوبي لو طون, دوبي انفصام ديال ابراهيم شكيري, دوبي الطريق الى كابول, مؤخرا درنا فيلم مع عمر لطفي سميتو لاكتور نيت. استاذ عزيز داداس يعني ممثل جميل ورائع وجينيرو, يعني كيخليك تخدم معاه باريحيه اكثر. اكيد اكيد عندي شي مسلسلات ممكن, حيت باقي ما خرجتش لاكري وباقي ما خرجتش لا بروغراماسيون, مي اكيد غنكون شي مسلسل. هاد الجنيه النيت ديال دي صاروخ ديال المخرج دي صاروخ و الفاميلا ديال المخرج جيال البحار المخرج امين مونا, وان تيلي فيلم ديال المخرج الجميل حكيم قبابي, هادشي اللي كاين لحد الان. واكيد انا شاركت فيها في 2005 في عائله محترمه جدا, وفي 2021 جو في زنقه السعاده صافي جمرات, يعني السيت كوم انا شاركت فيها جمرات كيفاش كتقول انت اصرار شفت اصرار شاركت فيها جمرات و حتى هي يعني نوع من صنف من الاصناف, يعني انا ماشي جو سوي با ان اكتور دو سيت كوم اصلا. اكيد اخت ديالي وممكن اللي ما كيعرفش الجمهور انني كنحاضر انا وياها من نفس القبيله ولاد البوزيري, اخت ديالنا واشتغلنا مؤخرا في فيلم سميتو لو بوز اللي مازال ما خوش, بغض النظر على شنو واقع ولا الكونتوني ولا شنو هي الحقيقه, بغض النظر على شي كامل كنتمنى لها يا رزق الله التحمل والصبر باش تدوز هذه المحنه هذه وتكون لها درس يعني من هنا لقدام, وكاع الفنانين اللي كاينين في هذه الزوبعه كنتمنى منهم انهم يرفقوا ببعضياتهم ويبغيو بعضياتهم اكثر, وتحيه لهم كاملين, وحنا كاملين الفنانه في بغيب لي فغي الفنانه الحقيقيين راه قلال اصلا, كاينين لي فوز ارتيست موجودين, مي حنا الحقيقيين راه قلال, نحاولوا نبغيو بعضياتنا ونحاولوا نتسامحوا مع بعضياتنا ونطوليغيو بعضياتنا, واللي غلط مع الاخر يطلب منه السماحه, ودنيا الله يطلق سراحه والله يفرج عليها. هادشي اللي غنقول. انا بعدا كنقول وليد الكراكي والمنتخب الوطني المغربي خط احمر, علاش؟ لان هذوك الناس دخلوا عندنا الفرحه ماشي مزدوجة, يعني سنين وما كيدخلوا عندنا الفرحة. جوج كأس إفريقيا راه بانت وتوضحات للعالم لي كومبلو, سيرتو في الماتش ديال جنوب إفريقيا راه كان شبعان كومبلوات شبعان كومبلوات من الفال لابيت, حيت هاد جنوب إفريقيا أنا شيبا جنوب إفريقيا سي ما عرفتش, أنا ما كنتش كنعرفها كاع جنوب إفريقيا, وكاع إلا كانت جنوب إفريقيا راه خاصها تعتبر راسها دولة بحالها بحال أي دولة إفريقية, فهمتي المغرب راه في الترون ديال إفريقيا, فكنتمنى التوفيق مجددا ولا في سكي تافنيغ للمنتخب الوطني المغربي, و خويا وليد الكراكي خصو يبقى على راس الاداره الفنيه ديال المنتخب الوطني المغربي, وشكرا ليهم على الفرحه اللي عداونا, وحنا معاهم يعني ظالمين او مظلومين. وبالنسبه لهاد جنوب افريقيا
انا ما كنعرفهاش بعدا. هادي واحد. وهذا هذا الجيران السوء حتى هما كنقول لهم راه ما المغرب عنده حدود مشتركه نيشان مع ليبيا ومع تونس. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.